مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. بننحني امام ارواح شهداء قوى الامن الداخلي اللي ووريوا الثرى اليوم في بلداتهم، وبالتالي الله يحمي لبنان. منبلش بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب طلب من الشركة المتعهدة لتركيب اللوحات الإرشادية في بيروت الالتزام بالشروط الفنية، لأنه اليوم كان عم بيتم تركيب هاللوحات الإرشادية، ولكن العواصف من جهة والتعديات اللي صارت من جهة تانية طبعا هي اليوم اللي أثارت موضوع هاللوحات الإرشادية، وعم ترجع اليوم الدولة أو البلدية ترجع تركبهم. طبعا لو كانوا مثبتين بشكل منيح ما كانت العاصفة شلتهم بهالسهولة، وللأسف في ناس كتير عم تنتحل صفة صوار حتى تخرب ببيروت، ليس فقط اللوحات الإرشادية، الواجهات والتكسير والبلاط والأرصفة. أنا هون بحب أقول لكل اللبنانيين، بالنتيجة نحن بنخرب حالنا بحالنا، يعني لما نحن بنتعدى على مصرف أو على واجهة محل أو على بلاط رصيف أو على رخام عمود أو شو ما كان، بالنتيجة حترجع تندفع من جيوبنا. من هيك حنحافظ شوي على حضارة معينة، وبالتالي حتى ما تنعكس كمان على جيوبنا فيما بعد. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، وباخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ 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 أهلا مسيور. إيه بونجور. بونجور أهلا. ألو؟ أهلا مسيور. كيف؟ أهلين. مدام ربيكا؟ نعم. أهلين. مدام ربيكا؟ نعم. في رتور للصوت مسيور، تسمعني على الأباري؟ إيه يمكن إيه. مو المعروف، تفضل تفضل، شو عندك؟ تفضل. الو. ايه تفضل، ايه هيك احسن، تفضل. مش احسن؟ كثير منيح، تفضل. لا، اذا انا بالضمان مقدم ورائي بالضمان وضيعوا لي اياه هون. اف. باي فرع؟ بالاشرفيه. اف. من اي متى؟ اشرفيه. من اي متى؟ من شي شهرين ونص صاروا. طيب كيف عرفت انه ضايعين ورائك؟ لانه طلعت لفوق لحتى اقبضهم. قالوا لي مش موجودين، فاتوا على الحاسوب لقوهم مظبوط مصفيين على الحاسوب، ومرقوا عند المراقب المالي، وهن بقيمة 5,900,000 يعني. نعم. دواء كونسير. اوكي. لقلك بس شو بدي. هلا رجعت عم تتدخلت رئيسة المركز. نعم. ايه شو قالت لك رئيسة المركز؟ حرام يعني، هذا قالت لها شوف هلا اذا بيرجعوا ببينوا، يعني عم برموا عليهم وعادة، طول بالك شوي صغيرة. بس انت المبدا انه ما دام قطعوا، يعني قطعوا على المراقب المالي وفاتوا، هل يعقل يضيعوا؟ هون السؤال. لا مش مبيني، مخلوطين بين شو رأ. اكيد. طيب انت هلا شو بدك تعبك؟ تنطر مديرة المركز تجاوبك؟ شو بتحب نعمل؟ ايه هلا انا بعثت لها مكتوب لمديرة المركز، يعني حطيت لها حضرة مديرة الضمان. نعم. الاجتماعي كذا، المستدعي فلان ورقم الضمان تبعك وكل شيء. اوكي. قدامك قدامك هيدي الورقة قدامك؟ ايه نعم. هلا انا بدي رقم الضمان تبعك وبأي تاريخ بعثتها؟ انا بعثتها امبارح، بعثت لها اياها امبارح، لكن انا بننطر شوي. طيب عم رجعها بتقلي طول بالك. طيب لنشوف بعد. اكيد ب 24 ساعه يمكن ما رح تقدر تفيدك. نحن رح نتابعها نحن وياك، اذا من هلا لاسبوع ما مش الحال بنرجع بنتواصل وبنشوف شو فينا نعمل، بلكي بتتدخل الاداره العامه. اهلا وسهلا فيك. هو اللي عم بيصير، يعني الواحد لما بفوت على مؤسسه فيها ارشيف، فيها معاملات معينة، إذا ما كانت مرتبة ومحفوظة بشكل دقيق، ولو كان عندنا مكننة كان كل شيء بفوت على المكننة، ما منعود أبدا لا نضيع ورقة ولا أنه يتلبك هالمواطن بمبلغ 5,000,000 وشي. وبعدين إذا دواء للسرطان أكيد هذا دواء لمرض مستعصي، ودايما في أولوية لهالمرضى حتى يتمكنوا دايما يحصلوا على الأدوية، لأنه مش كلهم بيقدروا ياخدوها من الكارانتينا، في بعض منهم انهم هن بيشتروها
بقى من هيك في كتير أمور مفروض اليوم تنتظم بالإدارات حتى ما نرجع نسمع ونقول إنه ضاعت ورقة وضاع ملف وضاعت معاملة. من المعيب جدا اليوم قديش ريحنا الإدارة والموظفين بالإدارة في القطاع العام، قدي بعد للأسف منلاقي عم بيصير في أمور مثل اللي حكيها المسيو من شوي. بياخد اتصال تاني. ألو. ألو. أهلا مدام، تفضلي. ألو. أهلا، تفضلي. بونجور، يعطيك العافية ست ريبيكا. إيه أهلا مسيو، تفضل. عم حكيكي من جوني. إيه أهلا مسيو، تفضل. هيدي توفيقة إذن نلاطنا الخط. هل قد؟ تفضل. والله شكرا. العظيم شكرا على كل حال، نشكر العناية الإلهية. أهلا وسهلا فيك، تفضل. ستنا بدي أطلب منك سؤال. أنا عندي بيت أجار قديم. نعم. مستأجرين فيه، واحد قاعد مقعد عائلته مقعد أخوته فيه، وهو مستأجر قاعد ببيت تاني بالمنطقة زيتها. نعم. عم ما بيدفعوا أجار لا بحلال ولا بحرام. مش معقول هيك يعني، نحن مش فاتحين بيت الرحمة يعني. لا، أنا اللي بدي أسألك إيه، إنه اللي قاعدين هلأ الأجار مش باسمهم، باسم خيون. لا مش باسمهم، باسم خيون. وخيون مش قاعد. قاعد بالمنطقة حد منا يعني، أفولد وزوج يمكن شي 7-8 كيلوات. انت قدمت يعني عندك محامي عم بيتابع لك؟ عندي محامي، من يبعثوا ناس طيب بلغوهم يهربوا من البيت. قلنا 3 سنين لنا قابضين منهم قرش، لا بحلال لا بالحرام. بقى هودي جماعة عم يستغلوا الظرف، انه يعني هلقني طاسي ضايعة والدنيا فوضى. ما بدك طيب هالعالم بدها تعيش كمان يعني. لا بدي اقول لك شغله، نحن مليارديري بدنا نعيش كمان، نحن فقراء كمان. لا بدي اقول لك شغله يعني، نحن بالقانون يعني، ليش تريد بعد على بالقانون جربنا بالمنيح يعني هالايام مش عم يقدر نبلغهم شو الحل. بس هيدي الايام ما فينا نقول ايام فوضى يعني، اذا اوضاعنا الماليه والاقتصاديه منا بخير مش معناتها بتفلت الدنيا. ما برافو عليك، ما نحن مقدرين الظرف، على القليل يدفعوا دافع لك يا عمي. نحن مش مناش مجرمين، نحن مخاف الله كمان يعني بدلك شغلة، لا بدفع ولا شيء ولا الدنيا السلام. طيب مسيو لك، ما دام عندك محامي عم بيتابع العملية وما دام ما في تجاوب يعني بيفلوا من البيت وغيره، أنت اليوم إذا عندك إثباتات معينة بتقدر تقدمها للمحكمة، والمحكمة بواسطة طبعا القوى الأمنية بيجوا بيظهرون من البيت اللي بدها توصل الأمور لهون، عرفت؟ طيب والله يسلم دمك. يعني لأنه ما فينا نكون تحت القانون، هلا مثل ما عم تقول نحن رحمة وإنسانية ما بدنا حدا يترك بيت، أولا مش هو المستأجر الأساسي، ثانيا من 3 سنوات مش دافعين ولا ليرة. يعني كمان انت اذا متكل على هالاجار كيف بدك تكمل حياتك؟ والله يا ستي متكل على الاجار، انا زلمي مريض انه ولا عندنا ضمان شيخوخة، ولا عندنا ضمان اجتماعي، ولا عندنا تعطير يخدنا، وعايشين ببلد معطر يلعن دين هالبلد وساعته. لا معلش شو بنعمل يعني، نحن يمكن ما بعرف قديش مسؤوليتنا وصلنا البلد لهون، يمكن ما بعرف، ما بقدر اقول من مسؤوليه، ولكن بقدر اقول لك نحن اللي فينا مكفينا بهالبلد. كمان انه نحن ما صارت فوضى لدرجه انه يكون كل الناس تحت فوق القانون، نحن كلنا تحت القانون، وما نجي نتحجج بظرف مالي صعب انه في فوضى واعملوا اللي بدكم اياه، لا ما رح نعمل اللي بدنا اياه، نحن تحت القانون. يعني انا برايي احكي مع محاميك، هيدي طريقه من الطرق يعني، بلكي بتقدر تصدر حقك. اهلا وسهلا فيك. بما ما بعرف اذا في تليفون، في اتصال؟ ايه الو. الو، تفضل. صبحي صبرا. اهلا استاذ صبحي، تفضل. انا كنت بالتعليم. نعم. من 5 سنين مديرية الجمارك مع دائرة الامتحانات بوزارة التربية دعتني. نعم. نحن العربي ورياضيات ولغات لنحط اسئلة وامتحانات ليجروا امتحانات للجمارك. نعم. عملنا الامتحانات وبقينا 10-15 يوم ننزل على المديرية ناخد اساتذة ونصحح، وصححنا 3,000-4,000 مسابقة وطلعنا نتائج وكل شيء. وقلنا من 5 سنين تقاعدنا وبعد الأخوان ما بعطونا تعويضات. اف، ما حدا قبض منكم؟ ما حدا قبض، لا الأساتذة ولا الرؤساء اللجان، نحن اللي وضعنا الأسئلة وباللغتين. هيدي أي سنة بالضبط أستاذ صبحي؟ بآخر دورة الجمارك بعتقد بالألفين، بآخر 2014 أو 2015. أوكي، نحن رح نتابعها مع الجمارك لنشوف إذا من عندهم التأخير أو من المالية أو من عند مين. أوكي، أهلا وسهلا فيك. يعني من 2014 لل 2020 6 سنوات ما قبضوا يعني على تعبهم، هيدا الشيء كتير بحزن بهالبلد كمان زيادة.
ناخذ اتصال. الو، اهلا. بونجور. بونجور مدام ريميكا، معلش انا بدي وجهلك تحيه وشي للبرنامج. تفضلي. وبدي احكي بس علي على شغلي بخصوص التعديلات عن قانون الايجارات يلي طارحينهم امام اللجنه الفرعيه للاداره والعدل. نعم. نحن كمالكيين اولا حق الملكيه مقدس، يكفلنا اياه الدستور، وهذا الشيء ورد بالطعن اللي بالقرار اللي وقتها اطلعوا المجلس الدستوري مشان ردونا الطعن، اول شيء للمستاجرين اول مره جزئيا، ثاني مره كليا، وذكروا انه حق الملكيه مقدس. نحن في دونك املاكنا ما حدا بيقدر يتصرف فيها، حريه التصرف فيها لنا وحدنا بترجع وبس، هي املاك خاصه بيكفلنا اياه الدستور. نعم. مشان هيك نحن قلنا رايي قبل كل الناس بأملاكنا، نحن بنرفض هاي التعديلات جملة وتفصيلا. نحن ما بنقبل نزود 1.5%، يعني بيرجع بيطلع لنا 50-60 ليرة زودة بالسنة على الأجرات، وبيرجع بيعادلنا المستأجر 9 و12 سنة تقريبا مجانا. هيدول مرفوضين عنا، أي تعديلات مطروحين بنرفضهم. بنناشد رئيس لجنة الإدارة والعدل أستاذ جورج عدوان، وبنناشد رئيس اللجنة الفرعية أستاذ جورج عقاس ما يمشوا بهالتعديلات. نحن رأينا بأملاكنا، حريتنا بأملاكنا، هذا الشيء عم يمنعنا نتصرف فيه القوانين المتعاقبة اللي كانت عم تحط لنا من تحريك. أهلا وسهلا فيك. يعني الموضوع اليوم بيد اللجان، اللجنة النيابية للإدارة والعدل، لنتابع لنشوف شو رح يصير بهذا الملف يلي منه راضي حدا. ولا سمعت من شوي أحد المالكين يعني من 3 سنوات المستأجر الأساسي منه قاعد ما عاد أخته وما بيدفعه ولا بيتركه. أهلا وسهلا فيك. بعرف حق السكن كتير مهم، وبعرف مش مفروض يكون في ناس بدون سكن، بس كمان ما فينا نكون تحت القانون. بياخد اتصال، ما فينا نكون فوق القانون. بياخد اتصال كمان. ألو، ألو، ألو. إذا ما في اتصال بدي أعلق على السلاح المتفلت، يعني اللي صار إن كان بفصيلة. ألو. إيه تفضل مسيو. إيه تفضل تفضل. يعطيك العافية مدام. أهلا مسيو، أهلا. أنا مقدم طلب على وزارة المهجرين بسنة 2000 ترميم. نعم. البيت. نعم. رقم الطلب 5160. نعم. وصرت رايح لعنده من سنة 2000 لهلا شي 1,000,000 مرة. أوكي. وكل مرة بيأجلوني. نعم. وآخر مرة رحت لعندهم ب 16/10/2019. شو الحجة؟ كل بيأجلوني، بس تأجيل. تأجيل لا بيبعتوا حدا ولا بيعطوا مهندس لا ولا لا لا تأجيل. ما عرفت لا تأجيل؟ لا لا ولا شيء أبدا. أوكي. رقم الطلب تبعك قد إيه؟ 5160. 5160. أوكي أوكي. ب 21/2/2000. أوكي. رقم الإيكار 14 بالفنار. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اهلا. كمان اتصال. يعني كل حكومه بتيجي بتقول هيدي اخر وزاره للمهجرين، رح نقفل الملف ويمشي الحال، وبعدنا لهلا بنلاقي ناس لا في حدا يجاوبها ولا في حدا يرد عليها، وما عارفه مصير تعويضاتها. الو، الو. ايه الو، يعطيك العافيه. اهلا، معك عماد وردي من طرابلس. اهلا استاذ عماد. يا اهلا فيك، طول عمرك يا رب. انا عندي مشكله لي من 2016 بمبنى معمر، وانا بعكار بأرضي. أنا كنت مخالف صاحب الورشة اللي مستلمني إياه، راح صب 30 متر زيادة. أكلت الزبط ودفعت الزبط، وإلي من 2016 لهلا وقف الورشة، وأنا قاعد مع أهلي ببيت أجار، عمري 29 سنة، مخلص ماجستير. إيه بس الجامعة. إذا دفعت التسوية ليش بعدها واقفة؟ بلا نعم، لقلك لكفيلك. ايه؟ وديت هلا على عدار وقت اللي كانت الوزيره ريا الحسن، وديت كتاب ما حدا رد علي، وديت من شي جمعتين قبل ما يستلم الحكومه. نعم. للوزير الداخليه محمد فهمي. نعم. وتجاوب معي مكتبه، اجى قرار كمان بيرجع بهد 30 متر اللي معمرينهم، وانا معمر عواميد على اطراف المبنى، ما بقدر هد، اذا بدي هد 30 متر بدي يوقع المبنى كله، وما عندي حدا لا واسطه ولا ايه عندي حدا. بس لما رجعت بعت الكتاب لمعالي وزير الداخليه. نعم. بعت له انه دفعت التسويه. نعم نعم، وفيني اذا في رقم واتساب وبدي لكم الكتاب وتجاوب معي. وديته نهار خميس تنين دقولي، وقال ما في قرار. يعني بما معناه بيردوا لك اللي دفعته ما دام بدك تهدي؟ لا 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 لا، انا ما عم دور على المصاري يردوا لي. عم بتدور انه ما فيك، يعني انه مكان المخالفه. نعم. هو اساسي، يعني ما فيك تخربه، ما هيك فهمت منك، هو. نعم. زاويه اساسيه. نعم نعم. هلا المشكله انه انا ممنوع اشتغل بالورشه اللي انا فيها، ولا وقفه من 2017، واجى امر مثل تشميع بالشمع الاحمر فيها،
وأنا ما عندي حدا لا أقدر يساعدني. أوكي. هلا اذا دفعت التسويه لما اندفعت لانه هني فتحوا مجال لتسويه مش انت بطلت حدا. قلت له قلت له لحضرت الوزير والمكتب وقت الدقولي قلت له انه انا هيك هيك مشكلتي لانه انت استفدت من التسويه اللي طرحتها الدوله. نعم ما قبلوا قال ما في هلا ما قبلوا يعني عم بتناقض حالها الدوله صارت ما تعمل تسويه لكن تهد للكل ما ماني قادر يعني انا عايش بيت قديم اجار قديم وبتعرفي قانون يعني هلا عم يطلع الاجارات القديمه. لا واحد بملكه كمان ودفع تسويه ضمن الاصول أقله مش مفروض نرجع يعني أنك ترجع للصفر وإلا لشو عملوا قانون تسوية ولا يدفعوك كانوا دغري قالوا لك ما بتمشي الحال شوف شو بدك تعمل. نعم أنا عم بقول لحضرتك أنه بركي بتقدروا تساعدوني أو أي شيء قادر أدفع أنه ما عندي مشكلة لو دفعت رجعت مصاري بترجع بتعطيني رقم المعاملة اللي بعتها لمعالي الوزير هلا بودي لك إياها بودي لي إياها هلا أني مع كورين بتحكيك بتاخد منك رقم التليفون بتعطينا إياها باخد اتصال آخر. ألو الو اهلا ايه الو تفضلي ايه على الهواء انا ايه نعم تفضلي ألو. تفضلي حضرتك على الهواء على الهواء لو سمحتي انا من بعلبك من دوري ايه اهلا فيكي. نحن عندنا مشكله بالتمديدات الصحيه حكينا مع البلديه اكثر من مره وبعد ما حدا تحرك او اشتغل اي شيء. من اي ناحيه يعني ما عندكم شبكه ولا شو؟ ما في شبكة لا ما في شبكة تمديدات صحية نهائي الحال. ما في شبكة أبدا؟ ما في شبكة لا بلشت شبكة موجودة رجعوا ردموها سكروها وهلأ ما في يعني كل بيت عمل جرة صحية لإله والجرير صايرة بالطرقات ماشي. أوكي بدي اشوف مع البلدية إنه ليش طمروها وفي شيء إلنا بالموضوع. أوكي إيه عملي معك. أهلا وسهلا فيك. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وبيخد اتصال. ألو 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 الو وي بونجور مدام ريبيكا. بونجور اهلا يعطيك العافيه. اهلا بدي اعرض عليك انا ثلاث مشاكل سريعه. يلا تفضل. اوكي اول شغله بس طلب من الام تي في اذا فيهم ياخروا نشره الاخبار خمس دقائق لانه بتنقطع الكهرباء على 2 وبتقطع على 12 بالليل دائما عم نروح المقدمه. اوكي ثاني شغله مدام ريبيكا الشهادات تبع الجامعه اللبنانيه كليه العلوم تبع الفنار صار لهم ثلاث سنين اولادنا مخرجين وما عم بيطلعوا شهاداتهم. اوكي واخر شيء مدام ريبيكا شغله صارت معي اليوم هيك سريعه بالبنك بتعرف كلنا عم ننطر تنسحب مصرياتنا بفوت احد النواب انا ما راح اسميه بقدر بدقيقتين يجيب ابروفل ل 6000 يورو سحبهم كاش. طب شو هيدا الظلم انه ليه نحن بدنا نتفرق عن الطبقه السياسيه؟ هذا كل شيء بس. اهلا وسهلا فيك. ما هذا الموضوع اللي عم نقوله انه المواطن لازم ينزل بمصرياته امام المصارف واذا نائب او وزير او اي حدا معروف بفوت هيك على عين الناس ويعني هذا الشيء مش مقبول مش مقبول اطلاقا. نحن الشعب يلي انتخبنا هؤلاء النواب ولما الشعب بيقول لا ثقه ما بيعود عنده ثقه بيلي انتدبهم على النواب انهم يستقيلوا. ومن هيك يمكن اليوم مطلب مهم للثوار هو انتخابات نيابيه مبكره. للاسف يعني لهلا بعد اخدين الناس هيك ما بحب أقول مثل الغنم لأنه لا نحن منا مثل الغنم. نحن عنا عاطفة لدرجة أنه منضم نصدق وعايشين دايما بأمل لأنه اللبناني قطع بظروف كتير كبيرة ولا مرة فقد أمل بس هالمرة مش عارف حاله أنه ما في أمل. نحن بالوحل بده مين ينشلنا من الوحل. فمن هيك كنت بدي أحكي من شوي عن السلاح المتفلت أنه صار المواطن اليوم هو بخطر. كيف ما برم بخطر؟ سرقات تعديات امبارح اللي صار بالبوشرية والزعيترية مش مفروض يصير وحد مدرسة يعني في أطفال في مسؤوليات يعني أقله يكون في يمكن حاجز للجيش يكون في هاي المدرسة للطلاب السوريين بعد الظهر إذا بنعمل مكان آخر. بعتقد المعنيين بالمنطقة عم يشتغلوا مع قيادة الجيش على هذا الموضوع حتى ما تتكرر. وبعدين ليش الناس مع سلاح وبتقدر تنزل تفوت على الإحياء
وتكسر وسبع جرحى. طيب مين مسؤول عن هذا الموضوع اللي صار بفصيلة كمان الأزاعي؟ شيء مش مقبول. الكمين يلي صار ببعلبك الهرمل كمان مش مقبول. يعني احنا اليوم ما عادت الأمور وأوضاع مالية واقتصادية فقط، صار في أمن المواطن، في أمن للمواطن، واللهم أنه ما تزيد الأمور تتفاقم. لما بتوصل للدم ما حدا بيعود يقدر يوقفها. يعني احنا علينا دايما نحذر، والإجراءات لازم تكون حاسمة وسريعة. صورة اليوم نشوفها سوا. اللي عم بتشوفوه متحفنا، متحف بلبنان، هالمتحف الحلو يلي بنتغنى فيه، اللي هو ذاكرة تاريخنا، ويلي طبعا في جهود كتير وضعت لبنانية وغير لبنانية ليكون عنا هذا المتحف. للأسف وزارة الثقافة أعلنت أنه حرصا على صون الذاكرة الوطنية واللوحة الحضارية والوجه الحضاري للعاصمة بيروت، تعرض بتاريخ 11/2 مجموعة من الشبان بطريق الخلع والكسر، العقار رقم 1500 بمنطقة موقع مشروع متحف بيروت المرفأ العقارية، وصار في أعمال تخريب وحريق طاولة المكتشفات وطبعا اللقى الأثرية، الأمر اللي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالموقع ومحتوياته. نحن تواصلنا اليوم مع مدير عام وزارة الثقافة، مدير الأثار إذا بدي أقول، قال إنه أكيد اليوم عم بيصير في مسح للأضرار، أضرار جسيمة، وبالتالي وزير الثقافة عباس مرتضى هو رح يكون له موقف بالموضوع. منلتقى بكرة دايما مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.